بالتأكيد البداية سؤالي عن المواجهة الكبيرة اللي هتجمع القطن الكاميروني مع النادي الأهلي يوم الجمعة اللي جاية، سعادتكم ليها إيه وتوقعاتك لهذه المواجهة؟ كيف ستكون هذه المواجهة بين القطن والنادي الأهلي؟ هيكون مباراة جدية جدا، نحن نسعى لتحسن لاعبنا أمام النادي الأهلي. نحن لعبنا بشكل جيد أمام في السودان، ونحن نريد لعب مباراة جيدة. النادي الأهلي يدخل هذه المواجهة ولا بديل عن الفوز في هذه المباراة، والقطن في المقابل لديها ايضا طموحات الخروج بشكل جيد عن هذه او من هذه المجموعه. من دوافعه هتكون اكبر في هذه المواجهه من وجهه نظرك؟ اعتقد من ان دوافعنا كنادي القطن الكاميروني سوف تكون اكبر، ان نلعب من اجل سمعتنا في الدوله، نحن نلعب لتحسين صوره نادي القطن الكاميروني. سوف نسعى كل ما بوسعنا، نحن سوف يكون لقاء حقيقيا و جدا أمام النادي الأهلي، أعدك بذلك. من الحاجات اللي أيضا مهمة جدا حابب أسأل حضرتك عنها، وهي القطن الكاميروني لماذا ظهر بهذه الصورة المخيبة للأمال؟ احنا نتحدث عن اسم كبير في القارة الأفريقية، لماذا ظهر بهذا الشكل خلال دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا؟ نعم، من أجل السبب من وراء ذلك أن لدينا لاعبين صغار السن لا يكونوا على قدر العالي من هذه المنافسات، من الجودة العالية في منافسات دوري أبطال أفريقيا. نعم، هي بطولة جديدة للعديد من لاعبين صغار السن الذين ما زالوا يتطوروا. نعم، نحن نسعى من أجل التطوير